مرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة مع بعض هنشرح ازاي هنستخدم ايد بلايستيشن 4. دي ايد بلايستيشن 4 ازاي هنستخدمها مع التليفون ونتحكم بيها التليفون. تابعونا لاخر الفيديو عشان تفهموا الطريقة بالتفصيل. اول حاجة هنعملها ايه؟ اول حاجة ننزل من فوق شاشة الإشعارات، بعدين نفعل البلوتوث، بعدين ببساطة بنجيب هنا إيد البلايستيشن وبضغط على زرار الشير أولا، ده أولا أضغط على زرار الشير، بعدين أضغط على زرار البي إس ده كده، وخليني دايس لغاية ما تبدأ اللمبة تنور. شوف ازاي نورت وهي بتنور كده، شوف التليفون وهو بينور. تدوس هنا سكان، هيلاقي هنا شوف مكتوب ايه، وايرلس كنترولر. دي معناها ان الاشارة طلع من الايد واصلة للتليفون. ببساطة انت هتضغط كده على وايرلس كنترولينج، بيعمل بيرينج. بيرينج يعني التواصل مع الايد. شوف ايد البلايستيشن الاضاءة ثبتت، معناها ان التواصل تم بنجاح. خلاص هنعمل هنا دن، نضغط على دن، بعدين نبدأ نتحكم. شوفوا كده، انا دلوقتي شايف المربع بيتحرك ازاي. لو تركز في الشاشة، المربع الازرق اللي في التليفون وانا بحرك، مثلا طالع يمين فوق يمين، شوف ازاي انا بحرك بالهزاز. عايز اخش لأي تطبيق بضغط على اكس، يعني مثلا عايز اخش على جوجل كروم اضغط اكس فتح الشاشة. مثلا عايز افتح جيم معين والعب، عايز انزل عند لعبة هنا وادوس اكس عشان تفتح لي الجيم. طيب دلوقتي عشان نوريكم ازاي اللعبة تتلعب، دوست بالهزاز الشمال يمين اعمل اكس. شوف بيوريك هنا في الشاشة، بيوريك في الشاشة ايه كل زرار وايه فايدته في الايد، يعني الاكس والمربع والدائرة موجود هو حتى في شاشة في التليفون. شوف هنا التليفون يبان ايه الازرار، ويبان حتى مكتوب في الـ في الـ في الـ من 1 لغاية 16 كل حاجة. ادوس اكس اوكي، بعدين اكس مثلا، شوف هستخدم الهزاز. دلوقتي هيبدأ الدور كأنه بالظبط كأنك بتلعب مثلا على بلاي ستيشن بالظبط. شوف ازاي تتحرك يمين تحرك شمال تحرك يمين، شوف ازاي التحكم الهزاز اللي على الشمال، ودايس انا اكس عشان زيادة السرعة. انا العربية الحمراء دي اللي في النص، شوف يمين شوف شمال يمين، شوف ازاي احسن بكتير التحكم من التليفون نفسه. خلاص عايز اوقف،
ادوس اوبشن، بعدين انزل بالتحكم اروح لفين لكويت ريس، يعني وقف السباق باكس، اقول له يس، هو بيقول لي يسألني اقول له يس خلاص واطلع، او هو يطلع نفس الاداء في البلاي ستيشن 4 هو نفسه اداءه هنا في التليفون، واطلع كده خرجت انا من الجيم كليا وطلعت للتليفون. تطلع القائمة الرئيسية دوس او، اطلع القائمة الرئيسية، عايز اخش مثلا القائمة اللي على اليمين ادخل فوق تحت خالص على اليمين اخش القائمة. طيب عايز اغسل الايد لانها ما زالت منورة، تيجي بنور كده زي الابيض على الازرق، انزل من هنا نرجع للتليفون من فوق قائمة الاشعارات واضغط على بلوتوث، خلاص الايد ايه رجعت طفيت انطفت. لو عندكم اي استفسار اكتبوا لي في التعليقات، متنسوش تشتركوا في القناة وشيروا الفيديو على قد ما تقدروا خلي الناس تستفيد، وفعلوا الجرس عشان لو في اي فيديو جديد يوصل لكم ان شاء الله، ولو كمان اكتبوا لي ايه هي الحاجات اللي تحب اشرحها لكم وانزلها لكم. والسلام عليكم ورحمة الله.